نذكر انا مثلا على طرف سياسي في مره من المرات نذكر 2013 ولا شنو هازين كتاب القران ويقول له خذوا عنا كتابكم. علاش هو كتابهم يودي فما حاجات لازم نفرقوا بالحق. راه شوف احنا مشكلتنا واجهنا التطرف بالتطرف وواجهنا الارهاب بالارهاب، لانه الارهاب والتطرف مش كان ديني، ثم الارهاب الفكري، فما ما نعرفش انا حتى الفن في شيء من الارهاب. جيتني للسؤال حبيت نساله لك، التطرف اللي تحكي فيه وتقول واجهنا التطرف بالتطرف، برشا اجاباتك اعتبرهم متفن فيهم نوع من التطرف، لانه يقولوا انت كفنان مسرحي انت متسامح برشا وانت تسمح للناس اللي معناها لو تياتر بيرمي او جون دو بوزي سو جور دو كيستيون. انا متسامح مش انهزامي. مش مدخل انهزامي، مش معناه متسامح معناه هذيك هذيك بتاع صفعك على خدك من بعطيه خدك الياسر ماهيش في ثقافتي. بأي معنى متسامح؟ بأي معنى متسامح؟ فماش معاني بارف متسامح، فما التسامح، فما لا توليرانس. طبعا. فما تفهم أنت مثلا أون انتيليكتويال دو غوش اش حابت تقول؟ شوف طبعا نفهم ونتفاعل معاهم وما عندي حتى مشكل، ومعناها شوف أنا لا انتماء لي ولا لون لي ولا طعم لي إلا تونس في بعدها الوطني، يعني كل شيء نسبي. أي خاطر بديت تركب لك اتيكيت تاع خوانجي. هذه ما هذه مش قالت عليك تولي كذا مسجد القوم. سامحني جاوبني، تقالت ولي تتقال تتقال قاعده تتقال مره خوانجي مره من عرش. قالت لي تعاركت مع عبير موسي. بيان سور ما دام تعاركت مع عبير موسي ورجعت توا مره اخرى. بيان سور واليوم كنت تعاركت مع ما يلزم ما انت تعاركت معها ما هي الحق. انا عطيت راي جاوبت على رايها وكاو كما هي سمحت لنفسها باش تعطي رايها حتى انا سمحت لنفسي باش نعطي رايها. عبير موسي وصلوك تهديدات؟ وين وصلت التهديدات تو؟ فما قضية مرفوعة في الغرض. قتلوك ولا مازال؟ برلمان مازالوا، حتى كانوا يقتلوني جسديا، الأهم أني نقعد حي فكريا.